السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، والصلاه والسلام على حبيب المصطفى. مولي، وحبيت نشارك معكم شاورما. نوجد معكم طريقه بالتفصيل. نديرو قبل الحشو ومن بعد نديرو الخبز. الحشو واش نحتاج واحد الرطل هكا 500 غرام تاع سكالوب. هنايا كنت بعد ما غسلته وقطعته درتو في هديه اون بلاستيك. علاش؟ باسكو راني رايحه ندير فيها لي زيبيس. واش راح نحتاج؟ عندي كركم، عندي سنكجبير، عندي فلفل كحل، عندي فلفل عكراولي وشويه فلفل تحار، ونديرو راس الحانوت. اوليك هنايا راني زدت راس الحانوت. عندي الملح، عندي بطايا اوغ ناتور ونسحق لها موتارد. هنايا نص معناتها مغرف خل، وهنايا زوج مغارف تاع زيت. نبداو طريقة كيف كيف. واش ندير؟ نسكرفج قبل الثوم. هاوليك نسكرفجو كيف كيف. سكرفج هنايا هادوك حبيبات تاعي تاع الثوم. راني حابه هاد المره لوغو تاعنا يجي بالثوم. كنت قادره ندير البصل، مي كوم رانا في هاد المرض ولو الفيروس هدايا يحتاج بزاف حاجه اللي تقاوم هاد المرض. دونك باش نديرو ليمينيتي لازمنا الثوم، لازمنا القارص، لازمنا التشينا، لازمنا الزنجبيل. هادو كامل كامل نحتاجوهم. كيما نعرفوا الماكله تاني راح تقاوم هذا المرض، ماشي غير النظافه. و بيان سور ماشي غير النظافه. النظافه هو عنصر 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 كيفاش نقولوا يا ربي، مهم. هو والتعقيم بلا ما نقولكم، ديجا وريتلكم من قبل. مي الماكله تاعنا تاني تحتاج باش 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 نصدو هاد المرض هدايا. دونك واش درت هنايا؟ رابيت هادوك الزوج تاع الثوم، وندير لي زيبيس تاعنا. واش ندير؟ ندير لا موتارد هي الاولانيه. نحتاج هاد المغرف تاع موتارد، نحطها هكا. هاد الشاورما اللي حنديرها جايه بحموريه شويه. سي بون، ندير هنايا الملح، ندير هاد الكميه اللي درتها تاع الملح. هادي تكفينا الملح. هذايا دالي كارثه، هذايا العشاء البارح ملحت ما نحكي لكمش. ندير فلفل كحل، ندير رشتين تاع سكجبير، سكجبير لازم ندير بيان. علاش؟ باسكو الدجاج يحب بزاف سكجبير باش تنحي هذاك لو غو. اون بلوس مفيد بزاف للصحه تاعنا. ونديرو كركم. الكركم نحتاجو شويه ماشي بزاف، كيما نعرفو تاني فوائد تاع الكركم هايله. ندير مغرف ندير هذاك فلفل عكري وراس الحانوت وهذاك فلفل حار. هلا نفرغهم كامل. ندير نخلط كلش مع بعض. ندير مغرف خل هذيك، وندير زوج مغارف هذوك تاع الزيت. هلا هكا. هنايا نفتح الياغورت ناتور تاعي ونديرها. نفرغ هاد هاي الياغورت ناتور تاعي، ونخلط الخليط تاعي كامل، وندير الخليط تاعي نخلطه كامل مع هذاك سكالوب. علاش درت في هذا البورت مونجي؟ باسكو راني راح نغلقها ونخليها ان بو مومون ترتاح في الفريجيدر. باسكو كل ما نخلوها تطلق هذيك البنه وهذوك لي زيبيس مع بعضهم، تجي بزاف بنينه. شوف هذيك لا كولور كيفاش ولات هي. على بالكم كل ما نديروا لها هكا تنطلق، وفي الطياب تاعها تولي تجي كروستيونت. دونك كملت هكا، نغلق لا بواط تاعي ونديرها ندخلها في الفريجيدر.
راح نوجد معكم خبز شاورما. وش عندي؟ عندي مغرف خميرة، عندي مغرف سكر، وعندي شوية تاع الملح، رشة تاع الملح، وعندي زوج مغارف في الزيت، والماء اللي راح نطم به يكون تياد. وش نحتاج؟ نحتاج 3 مغارف تاع باردون، 3 كيسان تاع لافارين. نفرغ مغرف خميرة تاعي، نزيد فوقها هذاك السكر هكا، نفرغ شوية تاع ملح، هذاك الملح، نخلط هاد المكونات مع بعض. هنايا نرمي هذاك الزيت باش نبسس الخبز تاعنا، نحتاجوش بزاف زيت، غير شويه. علاش؟ باسكو هذه لاباط كل ما تحليها تحتاج تكون عجينه، ما تحتاج تكون مبسه بزاف. هذا هكا نحكها مليح ما بين اليدين باش تتبسس بيان. هنايا نولي نفرغ في الماء تدريجيا هكا، يعني او ميم طون خلط غير بالطرف تاع يديا. مازالت تزيد تحتاج شوية ما هادي، ما تجيش متماسكة مليح، تجي شوية مطلوقة في اليد، كي ترتاح تحكم روحها. الا عندك بيتخان خليها تدور في البيتخان شوية، عندك جيتي مزروبة تمتم بيديك تقدري ديريها. هنايا نحطها هنايا في البلان دو ترافاي تاعي، نديها ونجيبها شوية هكا. فوالا نخلطها بيان ونرفدها، هنا نخليها ترتاح، نحطها في الغسيبيون تاعي هنايا، نغطي عليها. كي تخمر لنا نعاودو نفتحوها مع بعض. تي نفتح معاكم العجينة، هنا شوفوا كيفاش خمرت لنا، تفاعلت مليح. نحلها هكا، نديرها بودة طويلة، ومن بعد نقسمها هكا ونبدأ نقسم فيها. دو تخوا، نديرها على السيبول هكا، ونولي ندور فيها هكا، نديرهم ديبول ونحطهم تكوتي بهذا الشكل، نكمل معاهم هادو كامل. نحكم البوله تاعنا ونحل غير بالعقل، نسي نحلها على شكل دائري بهذه الطريقه، توجور ندير لافارين من تحت ونحلها بزاف رقيقه. تاخذ معانا وقت باش تحل، شغل تحليها وتعاودي، ما يخرج يخرج هذا الخبز بزاف شباب.
توجور باش تحل معانا. دير هكا، هاي ديجا بدات تحل. كل ما نرقوها مليح، لازم تكون رقيقه بيان. Toujours essayer de la forme à des grands, plutôt une forme ronde. Car elle est très bien, très très bien. Allez, parce qu'il y a de faire déjà pour le tajin. Naya, haka. بالبواني هكا ندير دبزة كيما حنا نقولو، علاش؟ باش تتكسل تخي بيان. ونجي نحطها في الطاجين كيما هكا، شكل هكا. واش ندير؟ نبدا نقلب فيها هكا، بعد غير نشوفها دارت هاد الفقاعات تمتم، نقلب الخبز تاعنا. فوالا شوفو، نضغط عليها بيان. هاي ليك هكا تطلع لنا. راني ندور فيها، ما عندها حتى طياب، ماشي طياب فريمون، باسكو علاش؟ راح فريسه ولا في الطاجين. هكا ونكمل هادوك الخبزات كامل ونعاودو نوليو. مازال نحل هادية في الزوجة. بون، هادو كامل نحلهم ونطيبهم، بعد ما نطيبهم نديرهم في كيس بلاستيكي. هادي هاد المرحلة لازم ديريها في كيس بلاستيكي باش تجي طرية. دوك نروحو ديريكتومون، نروحو نوجدو كيف كيف الحشو تاعنا. درت هنايا مغرف تاع زبدة دابت، نفرغ الحشو تاعي هنايا، نحطها كامل ونديرها الطيب، خليها تسقلا في غرضها. قطعت البطاطا هنايا، حي نسيي نديرها معكم اليوم. نقطعها بهادية اللام، كامل نقطعها هكا. شوفوا كيفاش يجي المنظر تاعها، بزاف شباب. نغيرو شويه من لي فريت تاعنا. بون، جيت هنايا باش نعمر الشاورما تاعي. واش عندي؟ عندي سلطه طوماط، عندي بصل طويله، عندي لي فريت و فرماج، وبيان سور السكالوب. ندير بروميرمون باش تبان، ندير فرماج، شوفوا الخبز كيفاش جا، جا هايل. شوف ندير الشاورما تاعي. ندير لي فريت، ندير لا سالاد، ندير بصل هكا، ندير لا طوماط.
بون هنايا وجدت لا مايونيز ولا صوص الجيريان هامليك، مي ما حش نديرها هنايا، حنحطها اتاب. هاي ليك محسي معكم الدزيام، عاد ندير فرماج، نديرها طويله ماشي كيما تاكوس تاع الخطا اللي فاتت. علاش؟ باسكو هادي هادوك الفتوحات هادوك لازم تبان واش كاين لداخل. نعاود ندير سكالوب بهذا الشكل، فوالا. ندير لي فخيت، ندير لا سالاد، ندير البصل، ندير لا طوماط. انا نخدم بيديا باش هكا نتفاهمو، ما كاين لي بروتوكول لا ريان دو تو. هاوليك بهذا الشكل كيما راهي، نرفدها ونحطها في المقله تاعي ولا واش عندكم، ولا بانينوز ولا ليجات. ليسونسييل هذا باش تضغط عليها ويجو هذوك لي تراس. وكان هذا هو الشكل النهائي. شوفوا لي تخي اللي خرجوا هكا دايرين، خرجت بزاف هايله. شوفوا هم لي صوص اللي وجدتهم معاها. نتمنى ان شاء الله تسيوها، راح تعجبكم بالبزاف. شهيدكم في الجنه حبيباتي، جوزوا بسلامه.